كنت مصاب بفيروس كورونا، والإصابة كانت من مدينة برشلونة في إسبانيا. ما على باليش يمكن تكون في الجيم، ولا ما على باليش كيفاش حتى أصبت، ولكن كنت متأكد كل التأكيد أنه مستحيل نكون راح نصاب، لأنه كانت الاحتمالات جد ضئيلة باش أنا أصاب، لأنه كانت 200 حالة في كل إسبانيا، وكان فيها 40 مليون نسمة، وكنت نعمل حسابات خاطئة جدا، ومع ذلك أنا أصبت في الأخير ورجعت للجزائر بالإصابة وأنا ما كنتش عارف. لما رحت صدمت شوية لما قالت لي الطبيب عندك الفيروس، فيك الفيروس، ولكن ما كانش فيه هلع ولا، لأن أنا كنت عارف أني مضيت الفترة الصعبة في البيت، وحتى أني لم أعرف أنها كورونا، لأنه الصور اللي شفتها في الانترنت والفيديوهات كانت تعطيني نظرة أخرى. كنت أنا أفكر أنه كورونا خلاص يعني الهلاك، ولكن في الأخير الحمد لله مش يعني الهلاك. كورونا مرض كأي مرض آخر، وكل واحد كيفاش يجيه، كل واحد كيفاش مستوى الصعوبة اللي يكون عنده. وفي المستشفى كان فيه متابعة طبية، يعني إذا كان عندك أعراض كبيرة كأنك ما تقدرش تتنفس ولا حمى عالية جدا، يديروا لك اللي يلزم عليهم ويتابعوك طبيا زعما بطريقة مشددة، يعاونوك في التنفس الاصطناعي ولا أشياء كيما هذي. بعد 10 أيام عملوا لي تحليل ثاني باش يشوفوا إذا بقى الفيروس ولا لا. وجدوه ما كانش الفيروس، ولكن كان يستلزم أنه أعمل تحليل آخر اللي هو الثالث، وهذا كان للتأكيد أنه صح الفيروس ما كانش، ما فيه حتى غلط. مرحش للبيت تاعي، البيت العائلي، رحت لبيت فارغ وبقيت فيه 5 أيام أخرى. وبعد هذيك ال5 أيام رجعت لبيتنا، وكانت أحلى شيء صرالي بعد زمن طويل الحمد لله. ولكن الفرحة اكتملت لما عرفت أنه ما فيش حتى واحد في العائلة ولا في الأصدقاء ولا في الجيران اللي أصاب بالمرض، والحمد لله. هذا شيء كثير يفرح، يعني عمري في 15 يوم في المستشفى ولا يوم فكرت أني مريض، والحمد لله هذا من ساعدني كثير كثير. ابن سينا لما سئل عن الوباء جاوبهم جواب جد جد جميل، قالهم أنه الهم نصف الداء، والطمأنينة نصف الدواء، والصبر أول خطوة للشفاء.